السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا مشاهدي ومتابعي قناه حريفي فرو. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنوا ان الفيديوهات اللي كنحطوا في هذه القناه ينالوا الاعجاب ديالكم والرضا ديالكم، وفوق من هذا الشيء انكم تستافدوا منهم. ما تنساوش اللايك، واللي باقي ما اشترك يشترك في القناه. الموضوع ديال هذه الحلقه ان شاء الله واحد الموضوع اللي هو مهم، تتم المواضيع اللي كنناقشوا دائما في هذه القناه، موضوع ديال المساهمه المهنيه الموحده. هذا النظام الاطار القانون الاطار الجديد اللي غينظم هذه العمليه ديال التغطيه الصحيه الاجباريه، ان شاء الله نتكلموا فيه، شنو كاين المستجد اللي كاين فيه، وكذلك التساؤلات اللي كتحطوا في الكومنتير. اذا نبداو الحاجه الزوينه، كاين جوج ديال المستجدات يلا هاد الصباح خرجوا. المستجد الاول هو انه غيتم التمديد ديال الاجال ديال التصريح، اذا ما بقاش هذاك واحد في شهر 4، غيولي ان شاء الله اما غادي يمدوا شهر واما 20 يوم. هذا خبر جديد، والخبر الثاني ان شاء الله غادي نقول لكم في الاخر ديال الفيديو. اذا غادي نبقاو نجاوبوا على بعض الاسئله اللي جاتني في الكومنت وكذلك في الخاص وفي المجموعه ديال الواتساب. اول حاجه، كاينه واحد الفئه اللي هي ما دخلاش في الفورفي، يعني ما دخلاش في الربح الجزافي في نظام الربح الجزافي. هاد الناس مثلا اللي تيخدموا بالنهار، تيمشيو للموقف تيخدموا بالنهار، ما عندهمش لا باتونت، واش هما داخلين في هاد العمليه هادي؟ لا، بحسب النظام الجديد سي بي او راه غير صحاب الفورفي هما اللي داخلين في هاد العمليه. صحاب الباتونت اللي عندهم محلات وتيخلصوا الضرائب ديالهم او مسجلين في دار الضريبه وعندهم نظام ماشي المحاسباتي، النظام الجزافي الفورفي، هما اللي عندهم الحق يتسجلوا في هذا النظام الجديد. السؤال الثاني واللي هو مهم بزاف الحقيقه وجاوني بزاف الاسئله عليه، هو كاينين الناس اللي ديجا مسجلين في الضمان الاجتماعي، منخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي، ولكن جاتهم ما عندهم كاينش الامكانيه مثلا في السيستم انهم يبدلوا داك المساهمه او يحيدوا المساهمه ويديروا زيرو. الناس كاينين، شفنا شي فيديوهات في اليوتيوب تيقولوا ممكن نحيدوا داك المساهمه ونديروا في بلاصتها زيرو، لكن في الحقيقه السيستم راه ما كيتجاوبش وما يمكنش المساهمه اللي حاطين لك تما يمكن لك تبدلها. دونك شنو هو الحل؟ الحل هو انك تمشي للضريبه، ماشي لصندوق الضمان الاجتماعي، كتمشي للضريبه وكتمشي عند كدي معاك البطاقه ديالك، بطاقه ناسيونال ديالك، وكدي معاك البطاقه ديال الانخراط في صندوق الضمان الاجتماعي، وتقول لهم انا ديجا انخرطت فحيدوا لي هذاك المساهمه، وغادي يرجلوا لك الامور وغاترجي فرحان بخير وعلى خير، وهذا المشكل تحل. السؤال الاخر اللي كيجيني حتى هو وجاني بواحد العدد الكبير، هما الناس اللي اجين، مثلا خدام سيد حرفي ولا تاجر خدام، ولكن وصل واحد السن ديال التقاعد، بمعنى تيقول لك انا غادي نساهم نخلص هذه المساهمه، ولكن ما بقاش، يعني كي غندير ما يمكن ما غاديش نخلص بزاف. وداك الشيء راكم عارفين، كل ما كان الانسان صغير كل ما خلص المساهمه ديالو مزيان، كل ما بقى ليه التقاعد لا باس به. دابا الدولة حطت في هذا الصندوق ديال هاد العملية 51 مليار. هذوك 51 مليار بالإضافة للمساهمة اللي تيساهموا دابا الناس اللي تينخرطوا في هاد العملية، راه بأثر رجعي غادي يخلصوا على هاد الناس، بمعنى حتى الناس اللي واصلين، يعني بخلاصة القول أن الناس اللي واصلين 60 عام راهم غادي يستافدوا من التقاعد ومن التغطية الصحية ومن كل شيء، ومن من من يعني جميع العمليات ديال الحماية الاجتماعية الدولة غادي تخلص عليهم. والموضوع أو السؤال الكبير اللي زعما يعني متداول وبواحد الشكل كبير، أشنا هو؟ المشكل الكبير هما الناس جاتهم القضيه قاصحه، يعني كانوا كيخلصوا واحد 1000 درهم ولا اقل من 1000 درهم، كانوا يخلصوا 500 و 800 درهم و 500 درهم و 600 درهم، دابا العمليه كتبدا من 1500 فوق، دونك هذا الشيء كيبان لهم كثير. ولكن راه اللي خصنا نعرفوا هو ان التغطيه الصحيه راه الناس يعني في حاله ما، انا تنقول في حاله ما، الى إلا كانت الحماية الاجتماعية، بمعنى نقولوا هضروا على الحماية الاجتماعية، التغطية الصحية والتقاعد، في حالة ما إلا كان التقاعد داخل في الحماية، داخل مع في الحماية الاجتماعية بالإضافة للتغطية الصحية الحالية، بالإضافة للتعويضات عن فقدان الشغل، بالإضافة على التعويضات على الأبناء، وما غادي يزيدوش واحد النسبة مور هاد النسبة هذه، أو حتى أنهم يزيدوا واحد النسبة اللي هي قليلة،
فنبشركم بان الامور بخير وعلى خير، لان فيها الافاده كثيره بزاف. علاش؟ لان نورمالمون هاد شهاد الحمايه الاجتماعيه الناس اللي كيخدموا اللي كيخلصوا مسخاطين في الضمان الاجتماعي راه تيخلصوا بالشهر، وكاين اللي كيخلص 1000 درهم في الشهر باش يستافد من هاد الشيء اللي انت غادي تخلص في العام وغادي تستافد منه دائما. اذا الامور راه ايجابيه، ولكن راه الناس معاهم الحق. علاش الناس ما بغاتش او كاين واحد الرفض؟ علاش؟ لان الناس اول حاجه الموضوع نزل عليهم، يعني هكا ينزل عليهم بشكل تقل من الفوق، نزل عليهم وهما يعني ما عارفين حتى شي حاجه على التغطيه الصحيه، ما عارفينش ما تمش التنوير ديالهم يعني في واحد الوقت معين. المهم القانون في 2021 نزل في 2021، والادهى من ذلك ان القانون خرج في مارس وتنفذ وتم المصادق عليه في مارس وتنفذ في مارس، لان الامور صعيبه شويه. يعني من حق الناس تفهم مزيان وتستوعب وتنور، تنور بالمعلومات اللي صحيحه وتهيئ نفسيا، وانا داك غادي نخارط. ولكن عاوتاني كاين حاجه اخرى اللي جديده، اشنو هي؟ هي هاد السنوات العجاف. سنه 2020 و2019 صراحه 2020 الناس ما خدمتش، وحنا داخلين دابا في 2021 الناس ما خداماش حتى هي، الله يحسن العون. يعني الظروف غاديه صعيبه، فصعيب الناس تقبل اي مبلغ كما كان، لان الناس باقا عليها الكريديات. تنقولوا باقي عليها الكريديات، الطريطات ديال 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 الكراء، الطريطات ديال القروض اللي الناس اللي واخده القروض، الكراء، الموضوع. كاين الناس اللي ما خلصوش عام ديال الموضوع، ما عارفينش اش غادي يديروا معاهم. يعني كاينه ظروف قاهره كثيره، الناس راه سدوا المحلات ديالهم. اذا من الدوله خاصها تراعي هاد الظروف، وما مع الاقل حتى الناس تربى شويه كما تنقولوا، ومن بعد عاد تطبق هذا القانون. اذا من المرتقب ان هذا الضغط اللي كيديروه الحرفيين والتجار والمهنيين عبر الجمعيات ديالهم عبر النقابات، انها الدوله تراجع على الاقل تاريخ تنزيل. ماشي نقولوا البرنامج كيكون، لان البرنامج مهم بزاف، ما غاديش نقول. انا بعض الاخوان يقول لك لا راه ما زوينش، ولكن خاصنا نعرفوه مزيان، نعرفوه مزيان انا داك ناخذ القرار ديال الرفض من عدمه. واحد الامر اخر اللي ما عرفوش بزاف ديال الناس، كيفاش كتحسب هذه المساهمه المهنيه الموحده؟ كيفاش كتحسب؟ دابا الاشكال اللي كاين هو ان الضريبه اللي كنت كتخلص انت هي اللي غتحدد لك اشحال غتخلص من المساهمه. بمعنى اذا كنت كتخلص تحت 500 درهم راه غادي تجيك المساهمه ديال 1200 درهم، كنت كتخلص بين 500 درهم و1000 درهم غتجيك المساهمه ديال 1500 درهم. وكاين واحد الجدول، واحد الجدول راني غادي نحطو باش تشوفو وتشوف نتايا شحال غتخلص وشحال غادي تزاد عليك. كاينين بزاف الناس عاوتاني كيسولو كيقولو كيفاش كيحسبو لينا هاد الضريبة، بحيت واحد انا بحالي بحالو يعني في دريبة واحدة ولا في شارع واحد هو تيدير التجارة، انا تندير الحرفة، ماشي بحال بحال في سميتو في الضريبة، وحنا في يعني محل واحد. هي وحنا في نفس النظام ديال الفورفي، يعني نورمال ما خصها تجينا بحال بحال. غادي نقول لهاد الناس هادو بان واخا النظام الفورفي، النظام الفورفي كنخلصوا فيه شحال هادي، يعني كنا كحرفيين ومهنيين وتجار مهنيين كيخلصوا الضريبه الخالصه هي 8% زائد 8%، هادي 8% زائد واحد الضريبه اخرى، واحد النسبه اخرى كتخص الصنف الحرفي او الصنف المهني اللي كتخدمه. لا كنت تاجر ولا كنت حلاق ولا كنت، كلهم هذا القانون المالية ديال 2019 كيحدد جميع المهن والنسبة ديالهم. مثلا حلاق كاين كيخلص 45%، كاين خياط كيخلص 12%، كاين تحت 12 كاين فوق 12، كاين تحت 12 كاين فوق 12. المهم هكا اللي كيحسبوا الأصناف الحرفية راه في القانون تيحدوا كل صنف حرفي كيحدوا النسبة المئوية. والخبر المفرح الثاني اللي وعدتكم به هو ان ذاك النسبه ديال الماجوراسيون اللي يعني الضريبه على التاخير اللي هي 15% غادي يحيدوها، بمعنى انها ما غاديش تبقى، لانه هو التخوف الكبير للحرفيين والمهنيين. تحياتي لكم. هكذا وصلنا للنهايه. الا كنتو كتشوفوا ان المعلومه اللي تحطت في هذا الفيديو راها زوينه، وعلى الاقل بعدا كتجاوب على بزاف ديال الاسئله اللي حطيتوها، فبارطاجيوها بين صحابكم في المجموعات اللي كتعرفوا، ولكم الاجر الكثير.
وإلا شتو أن كاين شي تعليق وخاصنا شي استفسار ولا شي حاجة هكا، حنا متابعين ديال القناة أخويا جاوبنا على هذا السؤال، فألف مرحبا وألف مرحبا، حطوا في التعليق راه غادي نجاوبكم إن شاء الله وغادي نجتهدوا من أجلكم. وحتى التساؤلات ديال الإخوان ربما شي معلومة ماشي هي هذاك الشيء، ولكن مع ذلك كنديروا المجهود ديالنا كنمشيو ندقوا على الأبواب ونجيبوا لكم المعلومه الصحيحه، غير بارطاجيو جميع من الفصائح جميع المعلومات اللي كتخصكم كمهني كحرفي كتجار غادي تلقاوها في هذه القناه. السلام عليكم، تحياتي لكم وشكرا، شكرا للعائله الطيبه الكبيره.